طيب المديرة التربوية المدارس رياض الفكر. إذا نحن اليوم كننظموا الحفل السنوي والكرنفال السنوي اللي اعتادت كتنظموا المؤسسة، يعني فقط تم توقيفه في خلال سنوات الحجر الصحي. اليوم تنحييو هذا الاعتياد الحميد وتنظموا الكرنفال وكننظموا أيضا الأبواب المفتوحة اللي من خلالها تنعرضوا مجموعة من إبداعات التلاميذ وإنجازاتهم الخلاقة خلال هذا الموسم الدراسي ككل. طبعا كنحاولوا نقيسوا جميع المواضيع المهمة، مواضيع البيئة، مواضيع المواطنة، مواضيع التراث المغربي. الخصوصية هذه السنة هو أنه كان الاحتفال تحت شعار الزي المغربي، رمز الانتماء ودليل على التنوع الثقافي والحضاري، كيف ما تنعرفوا على أنه حملات مغرضة من طرف بعض الأعداء المملكة حول القفطان المغربي. إذا حنايا كمؤسسة مواطنة تنخرطوا في سياق الدفاع على هذا التراث هذا باش يبقى
كيمثل المملكة المغربية الشريفة بمختلف أطيافها وبتنوعها ما بين الصحراوي ما بين السوسي ما بين الريفي ما بين الشمالي وما بين الرباطي والسلاوي كذلك وجميع ربوع المملكة العلوية الشريفة. إذن الحضور ما شاء الله كان حضور متميز جدا، الآباء ديالهم ساهموا بفعالية في إنجاح هذا الحدث التربوي الخلاق. شكر موصول لجميع العاملين على إنجاح هذا الحدث، هذا جنود الخفاء الأساتذة التربويين الإداريين هيئة الخدمات، وبالدرجة الأولى شكر السيدة كريمة جمال المديرة العامة والمؤسسة المدارس رياض الفكر. وعليكم احنا فرحانين بهذا الأنشطة وتنتمناو تكرر مرة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم، انا من احدى امهات الابن ديالي كيقرا في مؤسسه رياض الفكر، كنتمنى لهم ديما النجاح والتوفيق، عندهم اطر وكفاءات تعليميه جد رائعه بالنسبه للمستوى التعليمي ولا الثقافي ولا الرياضي ولا كل شيء، زعما مؤسسه جيده جدا للتلاميذ. ولدي غير لبسوا لباس تقليدي، ما كانش في المشاركه، لبسوا غير لباس تقليدي. ضروري من هذه الانشطه مزيانه لينا احنا كامهات باش نثقفوا المؤسسات، مزيانه للابناء ديالنا باش يتعلموا ويعرفوا التقاليد المغربيه. بدا بهذا اليوم هذا لان المؤسسه ديالنا قررت انها دير لنا هذا الحفل اللي كيدخل واللي غادي يكون فيه بزاف ديال التراث المغربي، اللي غادي يكون ظهر فيه عده من الورشات، اهمها واللي كنتمي لها انا هو نادي الصحافه. احنا سعداء جدا بهذا الحفل هذا اللي منظمه المؤسسه ديالنا رياض الفكر، وكنشكروا المديره التربويه السيده حنان، وكنشكروا حتى المديره ديالنا السيده كريمه جان. هذا الكرنفال اللي دارت لنا مؤسسه رياض الفكر، وشكرا على هذه الانشطه التربويه. اسمي انتقاء، انا اسمي عمار بن رضا، ادرس في مؤسسه رياض الفكر. علمتني امي الا ابخل والا عمل من يسال والا ابخل حق العامل ومن يعمل. هناك دائما امل. السلام عليكم. كنشكر الاساتذة نومي تلاميذ الاطر المؤسسات الرائعة. السلام عليكم، انا عثمان السيد من اللجنة المنظمة، كنتمنى يدوز هذا الكرنفال بكل باحسن حلة. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.